صلى الله يحفظنا لدغني في الصحراء. الله يقدر الخير. ما عادش عليا بكري، عندي خدمه باش نكملها للدوس نتاع الدبلوم. كملها من بعد، يلا خف روحك. تفضل هلا اسمع فيك. تستري ظهرك، وليت بالهتف على صغر سلتنا. بابا مش قلت للبارح تعرف رضوان هذا اللي تحبني نستسلط له باش يدخل يقري تاريخ الفن في الجامعه نتاعكم؟ اي ليمات الكل عمر الكونسيرج لصقته يشيلوا في الدخان وخلص عليه في القهوه. هو حكاك الحكايه؟ زيد بحط. ش عندك في شكون اللي حكى لي؟ تعرفوا الراجل ولا؟ تي جابوه عمل لنا سيمينار طلع كعبلاء، كان بيدي قال لي كلم بوك، كلفته. هاي ليس ضربت الشفالي مازالت زرقاء. هاي جا معايا. يا اخي عجبتك حكاية عيني كل مرة تقعد تفكرني فيها، أصلا نحب نمشي على روحي. يمشي قدامي نكمل نزرق لك ليسرى، تحرك. الطفل اللي مقرد عليك يلزم راجل يتفاهم معاه مش أنت. فهمتني؟ اسمعني قلت لك عندي ما نعمل سايبني نمشي باهي. استنى ايش قال فيك؟ بون باش ما تقولش بابا يقبع فيه برق دي قضيتك الساعة أخرى ودخلت عليه البقعة العادة. عندي قاعدة مع أصحابي ونحبك تكون موجود فيها وإن شاء الله عاد ما تجيش. باهي. ربي عينها وعمك كامل. عمك الكاملة ملي خرج جنتليت ولا ساكن في القهوة ولا في بيرو منصور العدل وتوا عاد ولا عامل صحبة مع كانوليكا. يا راه مدبدب كانوليكا أكثر ما هو مدبدبة. شبيه حب يخطب؟ والله تعمل أفار لما يشبعك بالحوت. خذوا انت عاد زو سيونتيفيك تتفهم. هاي فك علينا من كانوليكا، شنو حبيب مراد؟ تعركنا باقي يقرأ، قالك ما نعرس كان ما ناخذ الدواء. انا نبهت عليه قلت له نكمل امتحاناتي من هوني نعرس من هوني وما نفوتش جويليه، ما كانش الا وحلو الخاتم ولا حلت ولا ربطت. وانت علاش الزرب هذي الكل وقرايتك باش تعمل فيها ومش تسكن؟ نعرس ونسكن حدا دارهم عندهم لو ساعه نكمل نقرا على روحي شنو اللي فيها. وانت كيفاش قلت لي مالك تعرك هو الطفله اللي يخرج معاها؟ تلقاك فرحانه يا وحيده. وعلاش تحبني نفرح؟ حكيها لواحد اخرى. راني صاحبتك يا فطومه ومن وين نعرفوا بعضنا؟ قديش قلت لي تحبوا مالك وتموت عليه؟ مبرا قلت اش مجيرني ليك؟ هو يحلم بالفن وانا نحلم باش نشري تجي. هو في عالم وانا في عالم. يزي محق رانيتك روحك حسو باش يلقى وحده في زينك ولا في مخك. يا خير خافيك العينك هبط له تونس. بالعكس فرح بيا ياسر، هزين الريستورون شري لي خاتم فضه حتى مه بعطاه لي. كيف عادته لطيف يا عم فيه تقش عليا طفلة عمرها 4 سنين. بالك انتي ما فهمتوش، راني ساعات نعرفك تولي مصدقة تلقاه حاب يقولك حاجة وما ينجمش. شبيك راك انتي ومالك تربيتو في الدار حسوك كيف الاخوات. جوستومون قدمني لصحابه على اساس اخته قالها وعاودها. بون هيا انا نمشيو نرعشو ونقعدو كل وحدة في بيتي.
على خاطر الحكايه ما توفيش الصبحية عندها وفيت. هاي عصينا فاطمة باقي الهدرة توما بديتو المراجعة. صباح الخير خالتي حلو. بيكش الحمد لله انا نجرى مع الوقت. شو حوال فايزة وليك؟ الحمد لله سلم عليك. جيك شو العيد حلو. هاي فاطمة هاي نمشي ونحضروا سطرين. ماما ما فماش ولد حليل فماك خيس. فرح روحك اللي باش تعرس شهرين اخرين. بصراحة رفيق ماهوش مقصر بالكل. واحنا كنا فرحانين بالنتائج. وإدارة المشروع يظهر لي في طريقها. شنو نحبوه أكثر احنا؟ شنو هو إدارة المشروع في طريقها سي عبد الرحيم؟ معناها الناس يدفعوا والفلوس داخلة. هذا قصدك؟ المشروع ناجح بالمقاييس الكل. أنا بنتي عاتكة في الديزاين جايبة روحها وقاعدة تستفاد. ونعرف برشا ناس يحبوا يدخلوا أولادهم للجامعة الفنية الحرة. النجاح ما يتقاسش كان بالفلوس يا سي عبد الرحيم. شبينا احنا نبيعوا في البطاطا يا اخي؟ راهو فن فن. نشكرك اللي لفت انتباهي للفرق بين البطاطا والفن يا سي يوسف الرياشي. ما تخوش عليه يا عبد الرحيم. يوسف خليك في الصباط انت. من وقتاش وليت تفهم في الفن؟ وعليه ما نفهمش في الفن سيدي؟ ها انا داري معبر كلها بتصور. نعرفهم لي ريبرودكسيون اللي عندك في الصالون. لا جوكوند في كادر مدهوم بالبرونز وشبعه من هكا الغشاشر اللي تبكاه والدمعه قد حمصه. لا لا الرياشي عنده خير من هكاك. تعرفوش شنو سبب تلاقوا مرته لولا؟ تصوير. ايه هيك تصويره تو لمني جميع الكل بهنا باش فسر لهم علاش انا طلقت. اقعدوا فيها وحدكم. لا اقعد نفدلك عليك. بربي عف علي سي المونجي وخلينا في المهم. قلت تحب تحط في اللجنة التحكيم ممثلة على الشركاء وهذه اللجنة العلمية تعطي الشهيد ويلزم الشخص هذا يكون عنده أهلية علمية. مين باش نلقاوه؟ علاه ما نحطوش سي يوسف الرياشي؟ إن شاء الله قلتها ماكش فدك يا سي عبد الرحيم. وعلاه نفدلك؟ هاك قلت عندك تصور. يا جماعة من فضلكم لجنة التحكيم ما هيش مجلس إدارة وتركيبتها من اختصاص العميد في رفيق. من ظلكم سكروا هالدوسي واحكيوا في حاجات أخرين. سي عبد الرحيم يعيشك فهمني اللي باش يمثلنا ماهوش باش يحكي على الكبيزة باش يكون مجرد ملاحظ لا أكثر ولا أقل. يا سبحان الله توا سي رفيق صاحبنا وشريكنا ورجل ناس ملاح. ماهوش معقول لما تقول واحد يقيد له الأحوال. سامحني يا سي المونجي عاد. قيدوا في أحوال الناس احنا؟ فاش قام هالكلام سي عبد الرحيم؟ هذا من حقنا احنا ضرب عليك قاعدين هوني عندنا 60% من المشروع. هي نعرض المسألة على التصويت وانا ديليجون في جمعيتي كي تقبض وتاكل بعضها ندوروها تصويت ديمقراطي. سامحوني يا جماعة انا عندي نوت قضيت وما عادش عليا بكري. هاو كملنا يا مدام. بون باختصار انا واحد من الناس ما نقصدش نحرج رفيق. ما ثم حتى مانع باش يكون واحد منا حاضر بصفة ملاحظ في لجنة التحكيم. بالعكس هذا يدل على اهتمامنا وحرصنا بالمؤسسة. حاجة أخرى ثم أستاذ هاي اليسر سي مروان الرميشي ولا رميشي هذا قال لك دكتور جاي من فرنسا علاش ما نقترحوش تعيينه في اللجنة؟ رفيق يعرف وعمله ولكلفه بالسيمينار. بربي فهمني سلموجي هذا الكل تعمل فيه علاش؟ هذا الكل نعمل فيه للصلاح العام سي عبد الرحيم صلاحكم الكل. الأمور مسيبة ثم أساتذة متحيزين يعاملوا في طلب على طلبة وهم مسيطرين على اللجان العلمية بما فيهم لجنة التحكيم. احنا عندنا دوب المسؤولية كأولياء أولادنا يقرأوا في الجامعة الحرة وكذلك كشركاء. قلب ضرب خنيفري وامبيونس والتكنو يخبط في القسم والجماعة كلهم يميلوا. تبالك سي عبد الرحيم راهو عندك طفلة تقرأ. واه واه الأقسام يسالش فيها الموسيقى سي يوسف. أما ضرب الخنيفري مش حلو لويه اللطف. هاو طفل مجدي جاي يا مدام تو يفهمك الهدف. يخف روحك يا مجدي. شبيك بطين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كمل عليك يا سي المامجي. هذوما نتائج الخنيفر يا مدام. تفضل تفرج. هذاك علاش جبتني باش توريهم عيني الزرقاء؟ معناها رديتني فرجة. اسكت اسكت عليا. هذا صاير قدام الجامعة وحتى في الأقسام. سي رفيق لازمنا نفهموها اللي ما نجموش نقفوا فرعيجية. هذه هي الحكاية. بربي قول لي. عمرك ما عملت عركة كيف كنت طالب؟ بزاف
بون احكي لهم على سي طبال سي استاذ البانتير سي منير كيفاش لهي بالشوشوات نتاعو وانتم ما تلفتكم جمله واحده. تحكي لهم احكي لهم. ما عندي ما نحكي المشاكل تو نحلهم وحدي. من فضلك ما عادش تعمل لي مسرحيات كيما هذوما. بالسلامه. باش تيجي لهون والله ماني عارف شكون اللي سخف اكثر سلمونجي الرابعي ولا ولده. يا جماعه خلينا ناخذوا بخاطر سلمونجي هذا الاستاذ سيرموشي ولا شو اسمه اللي قال عليه خلينا نقترحوه على سي رفيق قال يعرفوا ونكلفوا سي عبد الرحيم يمثلنا في لجنه الدبلوم. كي حبيت هكا يا لطيفه ما يسالش. اما انا خليني لبرا مطرح من فضلك ونقترح نعينوا سي يوسف ينوبنا في اللجنه على شرط يقول لنا شنو هي حكايه التصوير اللي تلقطوا عليها مرته. شنو حتى انت تحب تبنك خرحوم هاي شريفة سالي يا سافا وينو مالك مريتوشة دي على لونك انت وياه شبيه هذا تغزل في غزولة قوية على مالك. لا يا يا نمشي وقت المال مش سافا عينك توا صافا بس يزي سايب علينا شبيك يزي يا شوخ عايش خويا هديك ربي هاي امشي 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 عاد مجدة سالو اخي هذي كل طبلواتك ما تقوليش خدمت هذا الكل وسط العام. سالو نعم صافا صافا اما وينك على يامات يظهر خلنا نعملوا قهوة بان شاء الله بعد دبلوم تشاو تشاو هاي خط فخار شد هذوما خويا مجدي اما ما تنساش تكلم عليا الوالد خوك اليوم العميد 4 سنين ما زادني حتى فرنك نحبك دبر الخديم عند سي المنجي خل نقلب وجهي من هون يا مان باهي تهنى ابو بكر قلت لك تهنى امنتي ما نزيدش نوصيك باهي تخسر عليك تي راك تكلم في راجل شبيك بس اسمعني خطف هالخردة نتاعي خلينا نمشيو. باهي خويا تحت السيف تخدم هي. بونجور على الشباب. بونجور. تعرفش خويا العزيز زيتيديون يدعى مالك عمران؟ لا لا ما تسألنيش على الحفتريش. مقرب لك؟ باهي باش نعمل روحي ما سمعتش حفتريش. قول لي وين نلقى ولد عمران؟ عندي كلمتين نحب نصبهم له في القماعة. نور فازة. حتى أنت كابريالك ملوكة؟ Avez-vous une idée du lieu exact où cette pierre a été trouvée? Peut-être avez-vous une photo in situ? Non. Je vois. Dites-moi au moins le pays de provenance. Je l'ignore, malheureusement. C'est dommage, parce que ça lui enlève une bonne part de son intérêt scientifique. Voulez-vous dire par là que la pierre n'a pas de valeur? Je n'ai pas dit ça. Si vous le souhaitez, je pourrais demander à la direction de mon laboratoire de vous en proposer un bon prix. Pourquoi pas? Je reviendrai peut-être. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Bonjour boss, c'est Vincent. Je viens d'examiner une pièce qui provient sans doute de notre gisement. Elle m'a... Un touriste, je crois. Parfaitement. Il vient de quitter le laboratoire avec le caillou. Un beau spécimen. Malheureusement, je n'ai pas réussi à lui arracher la moindre indication. Comment ça, vous n'avez pas réussi à lui arracher la moindre indication? C'est nul. Ah oui. Eh bien, tant mieux.
vous que ce Hubert Longeau reviendra vous voir pour au moins lui tirer les vers du nez. يكون السينور دين الأسمر عامل لي ريزو قادي بيها للي يظهر فازون طاو كلمني من فرنسا قال لك فما واحد جاب حجر شراه من هوني لازمني نفهم الحكاية ونفهمها في أقرب وقت الأسمر قاعد يسكت علينا بالكعبة بالكعبة افهمني ماريو السلة اللي عنده الكل يزم يسلمها أنا رأيي نتريث شوية نور الدين خبيث ما يلزمش نضغطوا عليه ياسر شكون يعرف ينجم يبالانسينا دبر راسك اتصرف انا راني عمتي علاش تعاود لي وتكررت علاه الفن ما فيهش مستقبل انت ما عندي حتى موهبه باش نمشي ناقف نبيع الزرابي في محل تجاري هيك بنتك واقفه وماهيش مقصره وقداش من عام شددك البوتيك وتمشي فيه على كيف كيفك ايش مقلقك انت يا مالك بنتي باش يخطبوها والغلبة اللي هي قالت باش ناخو اي تربية ان شاء الله مبروك والله فرحت لها هيك مسكينة صبرت ونالت شنو اللي نالت يا مالك نالت سويد السعد ومبروك على شنو على ضيعتها ولا على رايها العادم ماشي محصل فتلي واحد مهنف الله واعلم من انا نقبة طلعته وتقول لي مبروك انت اللي خليتها بيا يا مالك انت اللي خليتها بيا يا عمتي شعمت لك انا وكيفاش خليتها بيك ترى لو كان خذيتها انت رفيعة يصير شي هذا ونحلينا في نصيبة راني الراجل نعرف لا اصله ولا فصله يا عمتي خباك تعود لي فيها حتى لين نقول لك انا رفيعة اكبر مني بثلاث سنين شكل هدرة عاد لي جايني بيها شبيها رفيعة لا هي عوجة ولا هي خنة لا هي معدومة السنة وكان على عمر شنو ما ثلاث سنين تفوتك بيهم انا في بالي انت راجل الدهر بعد ما مات عمك خليفة الله يرحمه اي ريض روحك يا عمتي واسمعني بنتك تربيت انا وياها كيف الخو واخته كيفاش ناخذها حاجة ما تتعداش ما هوش لايق انت ولي تعرف اللي لايق واللي مش لايق قل لي فاطمة بنت نور الدين الاسمر شنو تحسبها اختك ولا مش اختك هي بالطبيعة حسبها كيف اختي انا مش هذا الكلام اللي نسمع فيه من الناس غادي في البلاد بربي شنو الكلام اللي تسمع فيه في البلاد اللي انا حسبها ماهيش اختي مالي شنو حسبها هو انت ما عندك حتى دخل اما من فم شكون تردها اللي فايزه تبعث لك في بنتها لتونس هي بالمنجد فاطمه جاتني لتونس انا كلفتها بتجيب لي التصاور نتاعي هذه تتكتب عليها روايه في البلاد وتتنشر وتوصك لك انت وتصدقها وتعاودها لي نصدقها يا بابا عليه ما نصدقيش خبيثه فايزه انا اللي نعرفها كيما لصقت في بوك الله يرحمه تحب تلصق لك بنتها اللي كنتي الله يغفر لك وكاو طيب خلينا نمشي انا قلت زعما نجي نعمل عليك طلق بالامتحان باش تدعي لي قمت تتحدث في ولايه سخف بربي هكلي تقول بيتي ومسكرتها علاش ما تحلاش تخليهم يتوسعوا فيها قراوك درسك مليح بيتي ما نعطيهاش الفايزه ماله عاد تحط فيها بابور ومقلي وين تكرب الله يسامحك انت زيد دوروك عليا يا مالك ها اللي عملته معك انا ان شاء الله يراه ربي هذا كان نقول لك ان شاء الله كان نجحت في الدبلوم وخدمت هذا ورجع لك فوق على مجهوداتك الكل وكان كملت القرايه كراحة نوتباب اللي كنت نقرا فيه بشنو اللي نعطيه الفايزه تعطيه الفايزه فايزه اللي هبطت لنا خشوميتنا في الغرم دار عمرانا ايجا هوني وين ماشي الدنيا ليل نزيدو نستناو شويه مازال عضو اخر يظهر فيه تعطل سي رضوان ما كملتش قدمت لك الا اميره اختصاصيه في الديزاين تفضل تبارك الله عندها مشروع ناجح في تصميم الأثاث حبينا نستفادوا خبرتها وتدرس معنا في الجامعة ولكنها اعتذرت لكثرة الأشغال ربي يعينها ونشكرها ياسر اللي خذت بخاطرنا وقبلت تكون معنا عضوة في لجنة التحكيم سي رضوان دكتور في الجماليات وعضو لجنة سبق له أنه شارك معنا في عديد النشاطات التربوية للمؤسسة صباح الخير صباح الخير يا جماعة
سامحوني بتيت عليكم. المنشي الرابعي هو اللي عطاني. الدنيا سخونه ياسر تحرق والعرق قاعد يصب علي. مرحبا بكم في الجامعه نتاعنا. الا اميره مشكه. سي رفيق حدثني عليك برشا ولا انا غلط زعما؟ لا لا ماكش غلط. الا لا مرحبا بك. وكيما قال سي المنشي وانا ما نجم الا نوافقه، يلزمنا نضخ دماء جديده في اجنه التحكيم. نبداو على بركه الله. نبداو. مرحبا بكم مجددا. حبينا نجمع اعضاء لجنه التحكيم قبل يوم الاختبار باش نذكروا بالمقاييس. لحظه بربي سي رفيق، سي هاشم استاذ الجماليات نتاعنا شبيه مش حاضر معنا؟ سي هاشم اعتذر عن عضويه اللجنه. شنو هي الهضره هذه؟ كيفاش اعتذر هو يأثر في الطلبه نتاع الدبلوم؟ سامحني سي منير، البارح ليله كامله وانا نقنع فيه ولا حب يفهم. على غير نجمش نفهم علاش اعتذر. الحكايه هذه مش واضحه. سامحني سي منير، الحكايه واضحه برشا. سي هاشم حب يتدخل في تركيبه اللجنه وهذا مش من حقه. سبحان الله ما فهمتش. يبارك فيك يا سي منير، تو بعد نفسر لك ولا كلمه انت وقت اللي تحب، تو هو يفهمك. الله يهديه، تو في الغسره هذه نتاع الامتحانات ولا يساوم فيها، اما يتدخل في تركيبه اللجنه ولا يستقيل، قلت له انت حر. هاي هاي الاستقاله نتاعو. الله يهديك يا سي منير، لزيتني على حاجه نكرهها. نجمو نبداو توا؟ ابدا سيدي على بركه الله. حبيت نقول لكم اللي سي يوسف الرياشي هو عضو يمثل مجموعه حمله الاسهم للشركه المديره للجامعه الحره، وهو معنا اليوم بناء على قرار من مجلس الاداره. والله يا سي منير ما نراش علاش خليت في خاطرك على مسألة العادات هذي. في العميد ما فهمتوش علاش قالك ما تعلمش في العادات. ماذا به الطلبة يعاودوا عام آخر باش يزيد يحلب أماليهم. لويا يحلب أماليهم. من راي عنده الحق. المستوى النظري نتاع الطلبة نتاعكم ضعيف ياسر. يعاودوا العام خير. تي ثم شكون يخلط بين ترونس أفونغارد والنوفو رياليزم؟ شو كل حكاية. بربي فسرهم لي شنو هذا. حتى أنا بيدي مانيش فاهمهم مليح. انت استاذ البنتور وهكا تحكي؟ نو تعرف تصور فورما انتريسون، هذاك المطلوب. الباقي موديغلياني ميتيسيسي ولا غودان عطا كيف الكامي كلوديل، كله دق حنك. دق حنك، دق حنك تاريخ الفن، ورد بالك راك قاعد تنظر للجهل. قلت انت بتاريخ الفن واختك من الفن التشكيلي. تحكي هكا عمرك ما شديت بنسو. لواه؟ ضروري نشد بنسو باش نفهم الفن؟ بربي خلينا نحكي في حاجة أخرى. انت انسان امي وتاخو في شهريه باش تنشر الجهل والتخلف. امان حسن فسر لي سكولتور سوسيال نتاع بويز يا صحايبي. مل عشر ما فهمت حتى كلمه. انت بالطبيعه تظهر لك عشر بعد اللي مستانس باش ناكتري تخلص لك في منال. فك عليك الياس، لا تحرق مخك وتخسر شبابك. بون تو بجدك خبط في واحدة ديبيل كيما منالا؟ ترخيق قالوا ديبيل، شفتها الديبيلة خير من نهلة طافية نتاعك. أمان الياس، نهلة طافية، والله ما نقول لها يا. يا نهلة، نهلة يزي حسين تعملي في مينا مع الطفلة؟ نهلة ما تصدقوش يكذب عليك راه، يزي من البلاد أنت، أنا ومنال مانيش نلعبوا راه. بربي فهمت شي حاجة. قال لك حسين يكذب عليك، ما سمعتوش؟ حسين ما يكذبش عليا. برا برا قدك شنيا، الرجال كلهم كذابين، اسالني انا نقول لك. فيتش من غزول على الرجال انت، ياسر كبرت حكيتك مع مالك راه. لي محسوب نقطه كبر هي باش نزيد نكبرها. الا ما ندموا عليها تطريتوا ليا قدامكم وقدامك المقصوفه الخرماده. تقول لي وين المشكل؟ هو ربي بامي وين ربي بتبوه. ربي يزي شريفه، نسيت انت اش عملت زيده؟ في غيره من الطفله محسوب اخته. ماهوش محسوب وما ثماش محسوب، وزيد طيح لي قدري قدامها. مالك عمران حكايه وفات. تندم عليه مالك راه. ربي مش تلقى غير. وشكون قال لك مازلت ما لقيتش بعدها؟ هكاك تولي حكايه اخرى. يا اخي شبيك شريفه؟ كولون قديم هو طيشته وشريت واحد جديده. محسوب هما رجال يسواو اكثر من الكولونات. مالك عمران الا من وريها عقارب نتنسى. شيء ما تنجم تعمل له مالك عمران، طير عليك. حكايتك دور.
برا المجلي الخناين اللي وليت تخرج معه بسرت. بقلع على لونك انت. تسيني مع شكون نخرج؟ برا مشي قول له مالك نتاعك. على الاقل مجدي عنده بشيخ ومراوي يريقها. لي سامحني مازمازيل. تعرفش زميل اسمه مالك عمران؟ ما نعرفوش، ما نعرفوش، ما نعرفوش. تدوش ليش وميمة؟ قالوا زيت ديونات. ويقولوا اريد البانجي. ما لدوش من فين. تفضل عمر حذينا قهوة. ميرسي شربوني قهوة كي تنجحوا. يا اخي وينو مالك عمران؟ تلقى مشي بعد عمته في سوسة. ابو بكر قال لي ليلتا ولا نظم دوسي البانتيوغ نتاعو. يلزمو يفرز تابلويات اللي عنده في الاتوليي يهز اللي باش يهزو ويخلي لي باش يقدمهم للجنة. كي الطلبة الكل فاش يستنى. اوكي استاذ تنقل. بربي يقول لي سي منير. مالك ينجم يقدم البرفورمانس نتاعو في الدبلوم؟ لا. العميد قال لي المجلس العلمي ما حبش. خسارة يا لطيف. دعي لنا عاد استاذ باش ننجح. ما تخافوش، انتوما مستواكم يخليكم تنجح. شبيك استاذ؟ ماكش عاجبني. ربي معاكم. شنو باندة ولد هزيت خربتوا عليا؟ ها؟ احنا الباندة بتاعك بدرو خسارتك. نتحشوا في الحبس وتعمل في خلاك موالاك ريتها. شدينا وما بعناكش. استرجلنا معاك وانتي ما استرجلتش معانا. كلنا نور الدين عرفنا. خونا وسونيا كي بنته. نخرجوا من الحبس نلقاو كرشة منفوخة. ناوي تقطع البرة حبيبي. والمعاملات اللي بيناتنا والفريات متاعنا. واحنا عمرنا الكل نخدموا فيك ونروجوا لك في المسروق. واللي في كرش سونيا اللي شكون تخليه يلزم تخلص نوره والخلاص كونتون. تعرفوا اختكم رامي روح عليه وما تكلمتوش؟ ها نصبين لي من داف. رديش تحبوا؟ ها رديش تحبوا؟ لا 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 من بعد نحكيوا على الفلوس. خميس ورزوقه ما عاد شكل وليدات الصغار اللي ترمي لهم زو السور دي وسكتوا. باينه ناخذوه بالكامل وفي وقته. ما قلتليش باش تاخوها سنسونه ولا نبعث لك جويه مع هذا المنفذ؟ باش تحبني ناخوها انا بمرتي وولدي؟ ما نجمش قلت لك ما نجمش. اعمل ابغض الحلال. خوص سونيا خلينا نناسبوك وبعد نعاودوا ننظموا الفريق. ما كانش تاريخك المجيد الكل يتصب للحاكم. ترافيك الانتيكا فلوس الرومان والحفاصة الموبقات الكل تضرب لها وقتها ما تيسر على الزمان. وقت اللي تخرج من الحبس من وراء القضبان تلقى السكينة هذيك تستنى فيك ريتها. باي علاش سكاك انت؟ علاش سكاك؟ خلينا نتلاهم بالسياسة. خليوا لي شوي وقت حتى نطلق. تعجبني يا نسيبي. ولاد حيزية ما عندك منين تفلت منهم. مصوبة في الاتوليي نتاع البنتور. بين شكون وشكون؟ بين الطلبة وابو بكر وفيها مالك ومجدي. اه رامبو الرابع وانديانا جونس عمران. هلا لاقت عنا عادة. قل سي المنصف ولا مدام عزة يتلهوا بالمسألة. انا عييت. اخرى الاخر باش يفلت. عمل العمل دوما تهني. وين عندك باش تفلت؟ وين؟ مجدي الرابع استناني خدام بيرو العميد. رايد روحك مالك. فهمني شنو الحكاية. تصوري مدام حتى تصوير ما لقيتها باش تعدي الناس باش شفتي مدام شفتوا سي مالك العاقل او كهج علينا في اخر العام او كعطاني بوني وزيد يعمل لي تصاور بربي يقول له يا مدام وين نعرف عليهم انا تصاور ويكمل مجدي الربع زرق له عينه الاخر من راح مع ابوه خايف منه انا ابوه
كان ما تطلعش بتصور انت وهو وابوه كلكم اللي بتمشوا تبحثوا. هما يبحثوا الطلبه كل ما تتزورها هزوا لي هزوا خليوا لي خليه سيدي تشخرع ما نعرف عليه وين. انت المسؤوله عليه لاتولي، كيفاش ما تعرفش عليهم تصور؟ نعم كلمت انت لاله زايده، شفت يا مدام شفت كيفاش صادم عليا هو الباندا بتاعه؟ بالله يا مدام قول لي شكون اللي كلفني بها انا هالمسؤوليه على تولي؟ ترى ابو بكر انت عامل كومباي مع مجد الرابع اللي نهار وطول يمدلك في الفلوس تقديره في قضيته. نهار اللي مروحين بتصاور مجدي هز عباية حتى في كميونه وانت معاه، لا اله الا الله كان كلهم تاعو. به به عايشكم بردوا دمكم توبيكا وتابعوني البيرو سي رفيق. يزيو من العيات وفهموني شنية الحكاية بالضبط. الحكاية سهلة ياسر، خدمتي الكل هالسنة تابلويتي الرسوم متاع الكل متهزو، وسي أبو بكر قالك ما نعرفش وما في باليش وهو العساس متاع لاتولي. يهدي مانيش العساس على لاتوليش بك هكا، انا راني ننظف ونحمل ونهبط ونطلع وكهو متوح عليش في راسي عاد شنو تو. استنى ساعة سي أبو بكر، مفتاح لاتولي مو يبدا عندك؟ ماهوش ديما يا سي رفيق، ساعات يخليوها لسيموني وساعات يقعدوا الطلبه اللي يجيو يكملوا خدمتهم بعد الوقت. انت علاش الجمعه اللي تعدت الكل لاتولي محلول بامر من سي المنصف العميد المساعد باش الطلبه يجيو يفرجوا تصور يهزوا اللي يهزوا ويخليوا اللي يخليوا الامتحان، وانا راني ما قعدتش نعس عليهم. ماك تعرف انت الخدامه شويه هون، وانا هاني من طاق لطاق نخدم لهذا ونخدم لهذا، مني دهان مني الكتريسيان. انت علاش اسال سي المنصف وتو يقول لك. يا والله كارثه. وانت سيادتك توافقت باش تفقد خدمتك؟ عندي مشاكل سي رفيق، روحت لسوسة ما في باليش اللي المرسم تاع الجامعة الفنية الحرة سوق بالعساس. من فضلك عارف تخرج من فمك، ياسر سببت لي مشاكل راو نقعد لهي كان بيك. انا نحب تصاوري ايش باش نقدم للجنة متاع الامتحان؟ انا باهي عندك شك في حد؟ انت ما ثماش غيرهم سي أبو بكر هذا ومجدي الرابع. هذه تهمة خطيرة راو تتحمل مسؤوليتها. وما زلت مصمم على التهمة. مجدي الرابع قداش من مرة يهددني اللي هو ابوه ينجم يقضي على مستقبلي، هاو بدا ينفذ في تهديده. انت ما تعرفش اهلي قداش تحملوا باش نقرا عندكم بالفلوس، ما تعرفش ابني. من فضلك الموضوع راه ماهوش تضحيات مالك باش يقريوك، انا لازم نعمل تحقيق باش نعرف تصور وين مشاو. المساله خطيره راه نجم تمنعك من المشاركه في الامتحانات، ومن فضلك ما عادش تتفوه في سي المنجب حتى كلمه على خاطر ما عنده ضدك حتى شيء. ابو بكر نعم برمشي يدخل مجدي. حاضر. مالك ريض روحك، رانا عاقدين فيك النوارة ونتفخروا بيك، كيفاش تتهم سي المنجب تنظيم مؤامرة ضدك؟ عيب، والراجل ينجم يشكي بيك. سامحني مدام، أنا مستعد للاحتمالات الكل. الله يهديكم. سي مجدي الرابع، أنا نعرف اللي أنت ومالك عمران ما تحملوش بعضكم، أوكي حاجة تهمكم، اما نحب نلاحظ لكم الزوز وانه العلاقه المتوتره اللي ما بيناتكم ما يلزمهاش تاثر في سير المؤسسه نتاعنا. سي رفيق ما فهمتكش، ونحب نعرف علاش عيطتولي وشنو عملت بالسي مالك عمران نتاعكم يضربني. سي مالك عمران يقول اللي هو عنده اعمال فنيه ما لقاهاش في الاتولي. سي رفيق المساله هذه ما تهمنيش. هذا مش راي مالك اللي يقول اللي انت وابو بكر هزيتوا الاعمال هذه. باهي خلي يقول تو حتى انا نخرج من هوني ونمشي نشكي بيه. سي مالك عمران هذا ماهوش حابب يفك علينا، شكون قال لي مش هو منظم حكايه السرقه ويضرب عصفورين بحجره؟ من جهه يتهمني انا ابو بكر وزيد تخليه يعمل بيرفورمانس نتاعو في عوض ما يقدم تصاور للدبلوم. تعرف يا سي رفيق سي مالك هذا عمل بنتويات راهو مع برشا عباد، مره الاخرى في الباركينغ واحد خليقه خليقه زاد اللي هو اي قال لي لما نشرب من دم وطاسه ولا شنو، وفما شكون شافو قاعد في البيفيت بالك شي هو سرق له تصاور وين نعرف عليه انا. ترى حاجه خطيره هذه، شكون السيد هذا؟ ما نعرفوش حكايه هذه توا قالك خليقه. باه باه تفضل تفضل برمشي على روحنا، تفضل اخرج. ايش باش نعمل انا توا؟ برمشي روح زاد انت، هاني انا لهي بالمساله. Bonjour, monsieur le conseiller. Comment ça va?
Et madame la conseillère? Très bien, très bien. Et oui, je suis maintenant un paisible paysan. Vous vous rendez compte? Une partie de chasse au sanglier? C'est une excellente idée. Des amis de France? Parfait. Non, non. J'ai assez d'hommes pour la battue. Et les charmantes petites bêtes infestent la région. C'est ça. On en parlera. À bientôt. Mes hommages à madame la conseillère. Laboratoire Béris, Faxman Vincent. Pyroxène, plage glace, éléments oxydés, minéraux hydratés. حجر اللي بعثها لي اسمه إبر لونجور فانسون باش يقاوم هالو. تعبة هايلة. أغلى من ديمون ضاعت من اليدينا. فادية. يلزم الماكلة الجاتو. إي. ناكل في الجاتو على خاطرني قلقت. قلقت. بابا ماكش قاعد لهي بي. دغول دو فاكونس. كان نروح خير. في ساعة قلقت من بوك. جو. غاستون. فادية قلقت، إذا عملوا بها دورة في نابل ولا في الحمامات. الزوز هذوما لا، حب ماريو يمشي معايا. ماريو عنده ما يعمل، كما تحبش يمشي يرقد. في بالي وحدي في القلم هذا. أو ظهروا برشا يطرفوا. نور الدين الأسمر قاعد يتبع فيه. بخلاف دارو اللي قليل ونروح لها ما عندوش مقر معروف. كل مرة نقابلوا في أوتيل، وما عندوش تليفون. ثعلب، خبيث، وما يحصلش. كيف يبدا عنده سلعة يحب يبيعها. هو اللي يتصل بينا. ما يهمنيش فيكم. اتصرفوا. بابا قال لك ياسر تاكل جاتو، ما سمعتوش؟ حافظ على رشاقتك. سوبر. هذه ديكلاراسيون دامور. لا لا. نصيحة أبوية. بالمنجد. أنا ريت شريفة خارجة من البيفيت قرب منها واحد خليقة مخير منظرو. ما فهمتش شنو تقصدو بخليقة. سهل ياسر، واحد كيف تراه. تعيط يا بوليس. شوية سكات من فضرها. إي قرب منها، إيش قال لها وإيش قالت له؟ ما سمعتوش. أما هي قامت تصيح. ما نعرفوش، ما نعرفوش، ما نعرفوش. أنا سمعتها. حتى أنا زاد. غريبة. وش يعملوا الخلايق في البيفيت نتاع الجامعة؟ سمعني سي رفيق، بيت ولات كأنها قهوة تشقلني، تي ساعات الخدامة متاع شوانت القريبة يجيو يتقهوجوا. سي رفيق، اش باش يعمل مالك تو؟ كهاو تابلو يتهز ونقعدوا مربعين يدينا، كيفاش باش يعدي الامتحان؟ يلزم نعملوا حاجة. الطلبة يحبوا يعملوا عريضة احتجاج. لا حلو ياسر. شنو هي لغة العرايض هذه؟ الإدارة قاعدة تبحث في الأمر. تشنو تبحث في الأمر وثلاث أيام أخرين الامتحان؟ الحل الوحيد تخليه يعمل البرفورمانس نتاعو، فعود ما يقدنا تابلوات. ومالك طيارة في الكونتومبوران. لازم تتبدل البرامج ونتبعوا الفن الماشي في العالم. كان عينك في المجلس العلمي وقت اقترح عليهم فكرتك بالك شي تنبدلوا البرامج وتوا تفضلوا مشيوا حضروا على رواحكم. هلي تفضلوا. خير يا معز. وين القصب؟ ولا اليوم ما ثماش مصيبة؟ ما عينيش في الحوت. اليوم باش نصطاد عروسة بحر. مالا هيك؟ أو الطعم؟ بلاش طعم. بلاش طعم يا لمين، ماهوش منين. اليوم كانوا ديكا ماهوش يصطاد. وخيتي مسكينه كمعز، وين مرة قلبي يعصر علي قرقرا حتى لي نهبل. مش القرايه اللي هبلت، امو اللي ماتت وهو غايب في فرنسا. فما زاد شكون يقول لي انت هبلت وفيتشي من الضمان. لمين يا لمين؟ العروسه، العروسه جايه. انا هي منهم يا معز يا وليدي؟ هذوما هم اثنين
حل عينيك يا لمين، ظاهرة أنا هي منهم. فاطمة، فاطمة لابتيت سيغان عندي طعمة. أخطاها يا كانوا ليك، ما تزيدش على همها المسكين. فاطمة، يا فاطمة دقيقة برك. جيجة جيجة، تقول عنده ما يحكي معك. أخطاني من أقصني، كانت لغ مشكلة ليك. صباح خير معز. هاي فاطمة، تفضل ماشي. اسمع على بيوت وقولي متاع شكون. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud, le dormeur du Val. Barakoul les matou bheim fil adab baïd. Bourjik bèche, Fatoum. Bel'aql. Moustahil. Les arthropodes ne yusknouch fil madine al-ma'iyya. Chokran ala al-ma'louma. لا لا ما تمشيش. هاي 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 لو بيه فيكم زريعة نور الدين الأسمر. فاطمة استحشتك. حتى أنا استحشتكم. بابا المرة الأخرى شد عليك. نشد علي الخير. وأنا ما تسلموش عليا. أنا ما نعرفكش. هذيك أسمى سحبت أختي فاطمة بهيم. أنت بهيمة. شكون بهيم، أنا ولا أنت اللي ما عندكش معلقة شكر؟ ماما كل ما نقولها قابلتك تبدا تبكي. يزي من الحكايات هكا قدام الناس. اختي فاطمه انا ما تكلمش فافاني كي تعرضها في الشارع. هاي برا وروحوا تو عريك يهز فيهم ويجيبها. ساكن ريتك الفصاله. عايشك فاطمه. عايشك اختي. سلموا على بسمه. شكري سماح. هاي قدام ضيعتوا لي وقتي. راه عرفتوش يا السيد الخليقة اللي جاك البيبات؟ وصلت لك الحكاية. قال لك يحب يشرب طاسة من دم. وشكون يحكي فيه؟ مجدي الرابع. الحكاية هذه بالله نحكي على حاجة أخرى. يا شو ماذا بينا؟ أما أنت من قبيلة ساكت وعاقدها، ما تخافش من لوكا. وعمك رفيق قد يلوج الحلول باش تتنظم لك الأمور. بالمنشد والله فكرة العميد مش خايبة بالكل. شنو هي فكرة العميد؟ أنت عنده أفكار هذاك. تسمعها ومن بعد احكم. وأنت اللي قول كلمة تحلهولي. فما فكرة أخرى طلعت بها عمتي عربية هي اللي عجبتني. قالت لي كان رفيق العميد ما يجيش الاثنية ما تكلم المحامي متاعها. عرور عمتي. بل المحامين اسمع سي على حكاية. العميد قال المنير مازالوا 3 أيام عندي بلوم. كان عندك تصور وتابلوات قدم قدم ميسالش. أمان يحكي بجدو؟ إي نعم سيدي. قدم تصور قدم للدبلوم. تصور ملوحهم من عم ناول ولد عم ناول. معناها كأني ما خدمت شيء العام هذا. تما خير. تمشي أمورك يا أخي. نتاع السيستم برا كيكا. باهي رفيق نقولوا تاجر وما يجيش شيء سعيد. ومنير شنو رايه بربي؟ حتى هو قال لك يمكن حل. من بعد اللي حد حد ما هو قابل بيرفورمانس. قال لك ماهيش في تقاليدنا. تقاليدنا؟ كان منير قال هكا الله خير عاد. مش لازم. نبطلوا الفن ونمشي نحل حانوت بابا في السوق. اوكي مالك انت حرة نحكي ولا حاجة أخرى. بعمري ما كنت نتصور اللي عام دبلوم نشوفها هكا. اسمعوني خير ما نجبدوش على التصور والدبلومات. ونحكيوا في اللي تحبوا. في اللي نحبوا مالك؟ اي في اللي تحب. باهي شبيك هز خشمك على شريفة؟ انا هز خشم على شريفة ما فهمش منها الحكاية. بانتر وتفهمنا. اما ممثل يسر عليك. عليه ممثل. الحكاية صارت قدامكم. عملت نومر قدام الطفلة فاطمة اختي وهنتلتها. وانتي طردتها وقلت لها بنروح. برا نقولوا عندك الحق. اما حاول تفهم. كان جيت بنية راك فهمت. الطفلة حليلتها وما هيش اختك. شريفة غارت. ما هي نعرف ما حقهاش. إما الغيرة مخلوقة في العباد الكل رجال ونساء. وانتم عندكم ميزانة وافي شوية عزيزتي. عزيزتي ما تشوف. باهي نهلا. شريفة صاحبتك نعرف. هي قالت لك أنا مطفاها. شريفة ما عندها ما قالت لي. ما اسمعني أنا أقول لك. شريفة حبيتها. حبيتها ياسر. طفلة ذكية وظهر لي فاهمة الفن. أما طلعت ذكية أكثر من اللي نتصور. ذكية كبير متى واحدة فجأة فهمت الدنيا الكل. وحبيبها مسكين ما فهم حد شيء. حد شيء. وهي فهمت كل شيء.
ما فهم شيء حتى شيء، وهي فهمت كل شيء. هذا حب الهانة رقعت في الجبانة. اسمعوا يا ناس، حب كل مشماش ستة أيام وما فماش. هو برفورمانس رفا يا رب. ما مصدق أمان عزيزتي، فهمني مالك. شريفة ومجدي الرابع ولاو يخرجوا مع بعض. وصلت لك الحكاية، يكذبوا عليك. ما تكونش عاطفية نهنة، حتى اليسرة تي بربي شوف اليس ويحطه مش كيفه بشراء حاجة. يسرة تحب صاحبتك، أنا ريتهم بعيني. شكون هذا؟ شكون مش قايمة قلت جبانة؟ بنتكم هيا للدق بلا نهار، شكلي متاعكم عمل فيا مش نحيلي لحمة. رد نفس الساعة وانت تسأل، وعليه يعب فيك شكري؟ على خاطر هيا لا علينا بثوابه. أمي فافاني هذه القضية، خليني نمشي على روحي. إيجي لهنا ونمشي، ومتعيش على صاحبك وينه؟ قريب يجي. أمي فافاني ادعيله بالهدايا. يديك ويديه الجناح الأخضر بجير صلي على راكبتي فيها. من فرير ملا ريمور كدعاه، نور الدين يبخص ولاده يعظوا وانت تدعي يزيد عظني. ربط يدك، لحمك الخبيث تجي فيه سنية. بجاه ربي يقول لي يا اخي نور الدين ما قام يخلط كان راهط كيفك. اوه يا امي فافاني تي حتى هو يشو من راهط. هيا بخاطرك اذهب ريح السد. نسيت يا امي فافاني، نور الدين قالكم عينكم على فاطمة. لا عاد هذاك اش مازالي كان باش نعس على بنت فايزة. ربي وانت يا ربي جيب نور الدين على لوحة خليني نرتاح. مالك لا تمو فرير مش نرمار. هامل صاحبك لقات فيه الخير فاطمة اللي حبنا نعسولو عليها. هامل ومهمل زرعتو في الديار يستعطاو في الناس. لا ليه أختي بسمة، مش عليه يستعطى، خايف عليها من ولد عبد الواحد عمران. قال لك نزلت له لتونس. أخرج هد على فمك اللي يتكلم في فاطمة. خش عملت لها كنتك يا أمي فافاني. وكان نور الدين روح لداره ما طلع لسانها بسمة ولا سب فيه وفي الكلاب.